السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام. سنشرع في تقديم دروس تعلم اللغة الألمانية في هذه القناة إن شاء الله. دروس تعلم اللغة الألمانية من الصفر، أي الأشخاص الذين ليست لديهم أدنى فكرة على اللغة الألمانية ولا يعلمون عليها شيئا، فيمكنهم تتبع الفيديوهات التي ستكون مستقبلا في هذه القناة، ومنها هذا هو الفيديو الأول وفيه الدرس الأول لتعلم اللغة الألمانية، وستحسنون لغتكم الألمانية، أو إذا كنتم مبتدئين فيجب عليكم فقط تتبع هذه الفيديوهات ومشاهدتها إلى الآخر، فستتعلمون بإذن الله اللغة الألمانية. إذن الإخوان والأخوات الكرام، كما تقرؤون هنا الدرس الأول، نطق الحروف الأبجدية الألمانية بالشكل الصحيح، لأن الحروف الألمانية تنطق ليست كلها بل بعضها ينطق بشكل مغاير للغة الفرنسية إذا كنتم تتكلمون اللغة الفرنسية، أو اللغة الإنجليزية إذا كنتم تتكلمون اللغة الإنجليزية، فبعض الحروف لا تنطق مثل الحروف في اللغة الإنجليزية. إذن فسنكتب معا هذه الحروف ونطلعكم على طريقة نطقها بالشكل الصحيح. إذن فلنبدأ هنا على بركة الله. آ تنطق آ، بي سي، هذه تنطق سي وليست سي كما في اللغة الفرنسية. دي اي وليست في اللغة الإنجليزية، فلا تنطق هذه الحرف إذا كان في الأخير، وفي اللغة الفرنسية أيضا لا ينطق هذا الحرف إذا كان في الأخير، لكن في اللغة الألمانية فيجب عليكم نطقه، لكن ليس اي بل او، او ينطق او في الأخير، لكن إذا كان في وسط الكلام فينطق اي. مثل حياة ليبن، تكتب ليبن على هذا الشكل، هنا كانت آ، ليبن، هذه ليبن تسمى الحياة، داس ليبن هي الحياة. كما ترون هنا حرف اي فنطق لي، نطق بحرف لي اي ليبن وليست لوبن. اذا كان هذا الحرف اي في الاخير فينطق او. اذن فلنكمل اف تنطق اف، A B C D E F، G، هذا الحرف ينطق هكذا، يمكنكم نطقه ب G لكن في اللغة الألمانية فهو ينطق ب G. مثال grammar ينطق جي، أو غاز فهو ينطق بجي. هذا الحرف الذي تعلمونه كلكم فهو ينطق بحرف اش، لكن في اللغة الألمانية فينطق بها، هالو كما نقول هالو، أو هاي، أو
هابن، هذا هابن هو فعل امتلاك، امتلك إيش هاب، كما قلت لكم عندما يكون هذا الحرف في الأخير فهو ينطق على شكل أ وليس إي، إيش هاب. كما لاحظتم الإخوان هذا الحرف دائما عندما ترونه فهو ينطق على شكل ها، إلا في حالة واحدة وهي عندما يكون قبله حرف متحرك كمثال هذا هنا فلا ينطق فيهلن فينطق بفيلن. عندما يكون قبله حرف اي او ا او 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 فهذا الحرف تمددونه، تعملوا له عملية التمديد فيلن بدون هذا ها فينطق فيلن، لكن بحرف ها فهو ينطق فيلن، تمددونه فقط. لكن إذا كان في الأول كلام أو لم يكن قبله حرف من هذه الأحرف اللي هما دوايل فتنطقونه حرف ها، إذا كان قبله حرف من هذا الحروف فيعمل تمديده. هذا الحرف إي وهذا الحرف ينطق ب يوت، هذا الحرف ينطق ب يوت، مثال هي يا باللغة الألمانية يا. دائما عندما ترون هذا الحرف أو تقرؤونه فهو ينطق ب يا اليوت. كا وهي حرف طبيعي كباقي اللغات ينطق ب كا. إذن أ ب C D E F G H I J K L عادي أيضا M N O P Q R S T U هذا الحرف فينطق U وليس U، هذا الحرف ينطق U. مثال سأعطيكم مثال باللغة الإنجليزية لتفهموه جميعا. مثال ماذا نقرأ هذه الكلمة في اللغة الألمانية في اللغة الإنجليزية فتنطق يو طويلة ممددة، هذه الأو مع الأو فتنطق يو تماما كما تنطق هذه الكلمة، ليست جميعا بدون هذا الحرف إيغريك أو إبسلون باللغة الألمانية أو طويلة، فهكذا ينطق هذا الحرف الأو. أو فاو فاو هذه الكلمة هذا الحرف ينطق بفاو كما تنطق حرف F فاو. هنا عندما تقرؤون الحروف الأبجدية فتنطقونه هكذا فاو، لكن في وسط الكلام فينطق فاو، مثال فول فولك فولك هو الشعب فولك ينطق فولك، مثال ك ف
فيلن كما قلنا فيلن وفولك كما ترون. فهذه الحروف فاو والاف ينطقون بنفس الشكل. وهذا الحرف الذي ينطق بالدبليو في اللغة الألمانية أو لا دوبل في في اللغة الفرنسية فينطق ب في في اللغة الألمانية في. فهذا الحرف ينطق في اللغة الفرنسية ب في، لكن في اللغة الألمانية هذا هو الذي ينطق في وهذا ينطق اف فاو اف. مثال لهذا الحرف في هو في، في هي كيف، أو ظن، ظن هي متى، أو وغم، وغم هي لماذا، أو في فيل هي كم. أعطيتكم أربع أمثلة لهذا الحرف حتى تستطيعون نطقه بالشكل الصحيح. هذا الحرف إكس والذي هو قليل في اللغة الألمانية جدا، قليل جدا. سأعطيكم معلومة جيدة جدا على هذا الحرف. هذا الحرف في اللغة الألمانية يستعمل قليل جدا، ولكن يوجد حرف إكس في اللغة الألمانية. لابد من وجود هذا الحرف في اللغة الألمانية. توجد كلمات تنطق على هذا الشكل إكس، كمثال فاكسن. فتسمعوا هذه الكلمة فاكسن أو لأي كلمة فيها إكس فتظنون أنه يوجد هذا الحرف بهذه الكلمة، لكن لا. إكس في اللغة الألمانية كثيرا يكون على هذا الشكل، هذه تنطق إكس، تكون هكذا. فاكسن، هل شاهدتم؟ فاكسن تكون التي ها والاس وينطق باكس، كمثال كريست تنطق هذه بك وليس ش، وعندما تضاف اليها اس هنا فكس هي اكس. كما قلنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V X. والآن يأتي هذا الحرف اللي هو ينطق ب إبسيلون، لكن إخواني هناك يوجد فرق يجب عليكم إدراكه. عندما تقرؤون الحروف الأبجدية بهذه الطريقة فبعض الحروف ينطقون هكذا، مثال هذا الحرف ينطق إبسيلون، لكن عندما يكون وسط كلمة فلا تنطقونه بهذا الشكل إبسيلون، كمثال كما قلنا هذا الحرف ينطق بفاو فاو، لكن وسط الكلمة ينطق ب اف كما قلنا. المثال هو الذي أعطينا فولك، لا نستطيع أن نقول فاو أولك، لكن بعد ها تنطق ها، جي تنطق جي، كو تنطق كو على حسب
الحرف الذي يليها او تنطق او. وهذا الحرف ست، هذا الحرف اسمه ست، هكذا كم تقول ست. لكن هذا الحرف ينطق بالست حقا، إلا الإبسيلون وفاو فليس كما تنطق هنا في الكلمات، في عندما نقرأ الحروف الأبجدية فلها تغيير بالواقع. مثال لي سيت و يتست، يتست هذا هو الحرف يوت الذي يجب علينا نطقه بيو الياء، لكن دائما فهو متصل بالحرف الذي يليه او 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 اي. يتست كما قلنا هنا حرف اي له الذي هو ينطق اي في وسط الكلمة، واذا كان في الاخر الكلمة فينطق ب اي. والتي ننطقها عادية تي، وهذا الحرف تس تنطق تو يضاف إليه هذا الحرف اس ست. يتست ست. هادو إخواني وأخواتي هما الحروف الأبجدية في اللغة الألمانية، لكن يوجد حروف أخرى التي لديها نطق خاص بها، هي من هذه الحروف لكن تضاف إليها علامات في الفوق، يمكنكم أن تكونوا شاهدتموها فيما قبل ولم تعرفوا كيف يجب عليكم نطقها، لهذا سأعطيكم معلومة أيضا عليها الآن. فهذه الحروف يوجد هذا الحرف الذي يشبه حرف آ الذي قلنا هنا آ وينطق آ، هذا الحرف ينطق إي. ومثال و منحوني لأن اللغة هنا هي الإنجليزية، لهذا يعطي اللغة أن الكلمة خاطئة، هنا لم يعطيها الكلمة صحيحة لكنه يعطيها خاطئة. لا هكذا ليشلن، ليشلن إذا كانت آ فتنطق لا، فهذا ينطق ليشلن. هي ليشلن هي يبتسم، يكون هذا الحرف كما الآ والذي ينطق إي، مثال أ لكنه ينطق إي. هذا الحرف وهذا الحرف ينطقون بشكل مماثل إذا كانوا في وسط الكلمة، وهذا الحرف دائما يكون وسط الكلمة. يوجد هناك أيضا هذا الحرف والذي ينطق، يمكنكم الآن أن تقوموا باختبار كيف ينطق هذا الحرف. إذا كانت آ تنطق إي فماذا، فكيف يمكننا نطق هذا الحرف اللي هو أو؟ أو هذا الحرف ينطق بأو. ومثال و ل، هل يمكنكم نطق هذه الكلمة؟ لكن يجب عليكم أن تركزوا، إذا كانت هذه الإس بعد السي والها فتنطق إكس، لكن إذا كانت قبلها فتنطق أيضا ش. هذه الكلمة تنطق لوشن، وهذه الكلمة تعني مسح أو حذف. ويوجد أيضا حرف آخر هو ال
هذا الحرف، كيف ينطق هذا الحرف؟ هذا كحرف أو. هذا الحرف ينطق ب أو. الناس التي لديها معلومات على اللغة أو تتكلم اللغة الألمانية الفرنسية، فهذا الحرف باللغة الفرنسية هو أو، ينطق تماما كهذا الحرف. لكن هذا الحرف في اللغة الألمانية ينطق ب أو، وهذا هو الذي ينطق ب أو. مثال يمكنكم نطق هذه الكلمة بشكل صحيح، über. هذه الكلمة über تعني على أو فوق، ليس على الطاولة بل فوق شيء ما، كما تقول المصباح فوق رأسي، يعني فوقك لكن ليس على الرأس. توجد كلمة أخرى التي تعطي هذا المثال فوق، مثال الهاتف فوق الطاولة، هذه هي أوف، هي التي تكون على. إذا كنتم تتكلمون اللغة العربية بطلاقة وتعرفون، فكان هناك فرق بين فوق وعلى. هناك حرف آخر إخواني وأخواتي، والذي هو هذا، والكثير لا يعلم كيف نستطيع نطق هذا الحرف. هذا الحرف هو ينطق تماما كهذا الحرف. كيف ننطق هذا الحرف؟ ست ست، كذلك ننطق هذا الحرف. لكن الاختلاف بين هذه الحروف، هذا الحرف ينطق عندما نقرأ الحروف الأبجدية نقرأه بتست، وفي وسط الكلام في وسط الكلمة ينطق أيضا بتست. لكن الاختلاف هو أن هذا الحرف في وسط مع الحروف الأبجدية ننطقه تست، لكن في وسط الكلمة ينطق ب مثال اس اس، لأن في اللغة الفرنسية هذه الكلمة أعطيتكم اس اس فقط لأشرح لكم، لأن في اللغة الفرنسية. في اللغة الألمانية أيضا اس لوحدها عندما يكون يليها او أو اي أو اي، ففي بعض الأحيان تنطق بز، لكن عندما تكون اس اس في اللغة الفرنسية ويكون يليها حروف من حروف الجر فتنطق اس وليس بالزد. لهذا أردت فقط أن أتطرق لكم لهذه النقطة. فهذا الحرف ينطق تسد عندما نقرأ الحروف الأبجدية هكذا متفرقة، لكن في وسط الكلمة فينطق اس. مثال إخواني وأخواتي هو للإشارة، هذه إي مع إي، إي مع إي، إي مع إي تنطق آي آي، والها تنطق ها كما قلنا عندما يكون يليها حرف من حروف الجر. أما إذا كان يسبقها فهذه الها تعطي تمديد لهذه الكلمة. مثال كما قلنا فيلن، هل تستطيعون قراءة أو نطق هذه الكلمة بالشكل الصحيح؟ هاي، هذا الحرف اس، هايسن هايسن باللغة العربية هي يسمى. ممكن أن تسأل شخص ما هو اسمك، كما قلنا ماذا قلنا لهذا الحرف، كيف يسمى هذا الحرف؟ هذا اللون لا نستطيع رؤيته. كيف قلنا يسمى هذا الحرف إخواني وأخواتي؟
في، هذا الحرف ينطق في، وهذه الكلمة في. هنا أود أن أشير إلى نقطة أخرى مهمة. كما قلت لكم قبل قليل، عندما تكون الإي وبعدها إي فينطق آي، عندما تكون إي وبعدها إي فنفس الشيء عندما يكون حرف جر وبعده ها. كما قلنا فيلن تعطيه الامتداد فيلن، فنفس المثال بالنسبة لإي وبعدها إي، في تعطيها أيضا امتداد. قلنا هايسن يعني يعني يسمى، يسمى في هايسن زي، في هايسن زي تعني ماذا اسمكم، ماذا تسمون، أو في في هاي ستو، في هاي ستو هي تخاطب شخص ماذا تسمى أو ما هو اسمك. في هاي سنزي هي عندما تتكلم بفورميل، عندما تتكلم فورميل أي تتكلم مع شخص لا تعرفه فتتكلم بهذه الصيغة، صيغة الاحترام. هنا تطرقنا في هذا الدرس إخواني وأخواتي، وحتى لا أعطيكم الكثير من المعلومات ولا تفهم ويكون هذا الشيء كثير بالنسبة إليكم، فالدرس المقبل إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع جيد أيضا، وهو pronomen باللغة العربية هي الضمائر، أنا، أنت، هو، هي، هم، هن، هما. سنتطرق إلى هذا الموضوع لأنه أيضا درس مهم جدا، وهذا هؤلاء الأفعال، هؤلاء ثلاث أفعال فيتصرفون كما تعرفون في كثير من اللغات ما عدا اللغة الإنجليزية التي لا يتغيرون بشكل كبير ومعظمهم يبقى كما هو، لكن في اللغة الألمانية يطرأ عليهم تغيير كبير، لهذا سنتطرق لهذا الموضوع إن شاء الله. فتابعونا على القناة وفعلوا جرس الإشعار لتتوصلوا بكل درس جديد عندما أقوم بدرس جديد، بفيديو جديد فيه درس جديد ومهم. تستلمون الإشعار وتدخلوا وتستفيدوا من هذا الفيديو. إذن الإخوة والأخوات، هذا كان هو الفيديو درس الأول اللي هو نطق الحروف الأبجدية بالشكل الصحيح. الدرس المقبل كما قلنا سنتكلم على إلى الضمائر، أنا، أنت، كيف تكتب وكيف تنطق أيضا، وسنعطي أيضا بعض الأمثلة على الأفعال التي أيضا من الأفعال المهمة والتي يجب عليكم معرفتها كمبتدئين في اللغة الألمانية. فهذا كل شيء إخوان الأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله.